دور يخدمنا مع مولانا. ايه شوف قول مولي قول لهم والله باطل خليني نقول شيء. ايه تفضل. شوف شوف الخلطه الشباب عودوا عارفين علي انا عني ماني بيلان ولاني حرطان انا مرتان لكن اللي يخدم الشباب ما قد يشي في الوان رجوعكم للسريه ولا تستفادوا منه كاملين اهتمام بالرياضه ولا نفطنت كوري انا موريتاني موريتاني. هون واحد يقول لك هل هناك برنامج يتعلق بعمال ما يخص الوقافه؟ حتى شو الوقافه لا يعود جميع اللي جميع الباتين يعودوا ملزمين بعد قاع بساعات الراحه وخاضعين للقانون اما القانون الليفواري ولا القانون ولا القانون الليفواري الله يعود. حد كامل وقاه قال لي عن بطرون ظالم يدور بطرون يتندم عليها هذا كاع انا كشخص يسوق عمالي دبيتي يا غير لابد من نعود فهم السميق اللي هو الحد الادنى للاجور ما يقل عنه ويعود مولي فهم ساعات الراحه ما يعود فهم استغلال فهمت ما يعود انا قاعد اعرف عن ما خارج وقاه لا يشتغل مع حد ولا يظلمه به انتم كاملين برانيين يا غير انا لاحظت هون الرواية ان شاء الله رمضان يصير شعار ان شاء الله لاحظت عن الوقافه هم عنهم ياسرين وعنهم شباب وغالبا شباب زين يقير مراتب التجاره هون ثلاثه حد يعود محسوب عليه بوتيك وحد يعود مول البوتيك وحد يعود وقاف يغير الوقافه طبقه مسحوقه وضعيفه وفي نفس الوقت لا تستفاد من هذا الضمان الصحي زين تعود قلت تداوهم وتخلص لا ديميل ولا ترامين ولا كاتمين فرح حسب ذاك اللي لا هي تقول ان الكنام والله الروايه الاخرى اللي من تعم الكنام وانا ما تعرفت اسمها جديده وفي نفس الوقت مولي لا يستفاد من الرجوع السريع وبدل من 372 لا هي قال هذيك الاقامه وتعود يعامل كسنغالي وهذا يستفاد من الوقافه والبطارين فهم الصروه اخرى على اني منين يقول لي كاذب ولا صادق عن خالق وقاف مظلوم ويقول والله يقولها لي هو نفسه ندور لنا نرفع عنه ذاك الظلم اما بشيء متعدد والله مولي بالشريعه فهمت هي اللي انا مولي هامني وقلتها كاع في برنامجي شفت تقريبا لا قدر الله اللي نعود بيضاني والله موريتاني هون يسوى بيضاني يسوى كوري يسوى حرطاني محبوس لا قدر الله لا يعدل موريتو هوك شهر موريتاني ذاك لابد من اتفاقيه بين وزراء العدل احنا قاعد الحمد لله هون ما عندنا حد محبوس اليوم هذا هون بقريش واحد عنده تهمه كيديه وانا لين نجي الصبح الدحميس في الحبس ما كنت قاعد نبغى نقولها بيلي ندور بها وجه الله تعالى غير مولي ماشيين عندي لا قلتها بيلي ندور مرشحين اخرين يحاملوني قلت الناس قاع الاخرى تحامل بيلي حد مقبول مقدور عليه يعود ضعيف لا بد من حد يزور ويواسيه ونختار المحامين اللي هون الثاني لعدم اتفاقيه مع المحامين هون قال لك واحد السؤال شنو برنامجكم حول التحويلات الماليه ومن درا كان فهم فيه تسهيلات تخص في هذا الموضوع تبارك الله شوف هو خالق تجربه خلقت في الولايات المتحده بينها بين بنوكيه وداك بنوك سنغاليه وخالق تجربه خلقت بين البنوك الفرنسيه والبنوك المغربيه والبنوك السنغاليه هم عندنا احتمالين اما نطلبوا بنك موريتاني تفتح لنا هم وتسهل التحويلات والله مولي نطلبوا واحد من البنوك اللي مفتوحين في موريتانيا موجودين في كوت ديفوار كي اورا بانك ورا بنك نوكلي ريزو اللي ما يوفى واللي عمل قناع دلم في بلشتي زين يفتح